بتبدأ الحلقة الثانية من مسلسل المداح أسطورة الوادي بعزعز أخو صابر المداح، وفي العزة بيجي أبو الخير واللي بيجسد دوره الفنان كمال بورية عشان يعزي صابر في أخوه عز. بس اللي لافت في الموضوع إن في كل مرة بيظهر فيها أبو الخير بيظهر فيها من بعيد الراجل المجهول اللي بيجسد دوره الفنان أحمد عبد العزيز، وفعلا بيشوف صابر الراجل ده واقف من بعيد من العزة، إلا إنه برضه بيختفي فجأة. ولما بيشوفه صابر بيقول لأبو الخير إنه بيشوف راجل لابس لبس غريب وبيختفي، وإنه شافه قبل كده في بيت الشرقية، وطلب من أبو الخير إنه يوديه بيت الشرقية دلوقتي، بس أبو الخير رفض. وبعد كده راح صابر المداح فعلا لبيت الشرقية وسأل على الراجل ده، إلا إن محدش في المكان عرفه، وقال له شعبان صاحب بيت الشرقية إن مفيش حد بالأوصاف اللي وصفها، وإنه لو عاوزه يدور عليه مش هيتردد. ولما فقد صابر الأمل في إنه يلاقي الراجل ده قال لأبو الخير: أنا لو عرفت إن أنت ورا اللي بشوفه ده هأذيك. وبالليل وفي حلقة للذكر بيشوف صابر المداح أبوه الشيخ سلام واللي بيجسد دوره الفنان أحمد بدير. وروح صابر البيت وقعد يقرأ قرآن ويقول أدعية وأذكار، وفجأة بيروح في النوم وبيحلم بناس واقفة قدام ضريح، وبين الناس دي الراجل اللي بيجسد شخصيته الفنان أحمد عبد العزيز، وقال له في الحلم: ما تتأخرش يا صابر. وبيخلص الحلم لما بتصحيه أمه من النوم علشان يصلي الفجر. وفي مشهد تاني بتظهر سهيلة وهي بتقول لأم صابر المداح إنها عاوزة تروح بيت جوزها تاني ومش عاوزة تقعد معاهم في البيت، وإنها حلمت بعز وإنه طلب منها في الحلم إنها ترجع بيتها. بس الحاجة صفية بتقول لها إنها مش هتسيبها تمشي وتسيب البيت. وبعد كده بتقعد الحاجة صفية مع ابنها حسن واللي بيقول لها إنه مش وقته صابر يسيب البيت ويسافر من غير ما يقول لهم هو رايح فين. وبعد ما بيسيبها بتلاقي الأباجورة اللي على المكتب بتنور وتطفي والستارة بتهتز جامد، وبتمسك المصحف وبتقرأ قرآن. وبنلاقي بعد كده صابر المداح واقف في مكان صحراء بيصلي، وبعد كده بيعدي على استراحة وبيطلب من اللي شغال هناك إنه يجيب له أكل وإنه يخليه يريح في العربية ساعتين. ولما بينام صابر بيشوف ناس غريبة وبنت صغيرة وشاب بيبكي وبنت متسلسلة وبيقع في مكان ضلمة، وبيصحى على ست بتفتح عليه باب العربية وبتقوله: كل ده نوم، كفاياك نوم يا مداح. ولما بيسألها: انت تعرفيني منين؟ قالت له: يطلع بينا بسرعة مفيش وقت. وبيمشي صابر بالعربية ومعاه الست دي، وفي نص الطريق بتقول له: اقف. وبتنزل من العربية، ولما بينزل وراها بيلاقيها اختفت وظهرت بعيد بتشاور العربية تانية وبتركبها وبتمشي. وبيحاول صابر انه يجري وراها بالعربية الا انه مش بيلحقها. وهو ماشي بالعربية بيلاقي نفس المكان اللي شافه في الحلم والناس اللي واقفة قدام الضريح، فنزل من العربية وبدأ يدور على الراجل اللي بيشوفه كل شوية. وبيدخل الجامع وبيلاقيه فعلا واقف بيقرأ أدعية، وأول ما شافه قال له: اتأخرت على ميعادك يا صابر. وخلصت الحلقة وسايبة علامة استفهام كبيرة عن شخصية أحمد عبد العزيز في المسلسل.